التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة متابعي هذه التحديات الصباحية، يسير على بركة الله وتوفيق شوطنا الثانية الخاص بمنافسة أيضا الإبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. نسير عبر هذا أيضا الانطلاق إلى المقدمة وإلى المركز الأول والصدارة الأولى، وتأتي الآن على مقدمة هذا الشوط وعلى البداية. هذه هي تتقدم أيضا السارية بشعار محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، تحت المقدمة والبداية، بينما في المركز الثاني اللي تتقدم عسيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، يقودها مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية تضميرها، بينما في المركز الثالث الآن تتسلل صعايب بشعر حميد بن مبارك بن يمعة الشامسي، يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه هي اللي وصلت الآن وتقدمت، هذه مزنة لرحمة بن راشد بن علي الدرمكي، تحتل المركز المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الشاهينية لهجن ند الشبا وسالم سعيد يتولى عملية تضميرها، بينما في المركز السادس اللي تقدمت وصلت في هذه اللحظات الضبية لسهيل بن مبارك بن مرخان، بينما في سابع التحديات في المركز السابع اللي وصلت هذه هي الرماسة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم وثاني بن عبيد بن سعيد بن كديد الفلاسي، والمركز الثامن الشاهينية لهجي الند الشباء ويضمرها سالم بن سعيد، بينما في المركز التاسع وصلت الآن بشاير عبد الله بن مايد بن عبد الله المسافري، بينما في المركز العاشر هذه هي تصل اللي هي بشاير لعبد الله بن مايد المسافري. عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول بعد ما تممنا ندائنا الأول للعشر المراكز الأولى مع اندفاع شوط الإبكار المهجنات الأصايل، وعودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول. إلى السيطرة الأولى وهنا أيضا مسيطرة الآن كما تشاهدون أمامكم على مقدمة هذا الشوط اللي غيرت عسيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر هذه متواجدة صعايب حميد بن مبارك بن يمعة الشامسي، ياتي على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث اللي وصلت وتقدمت الان الشاهينيه لهجن ند الشبع ويضمرها مشاهدين الاعزاء سالم بن سعيد اللي يتولى عمليه تضميرها، تحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اللي وصلت تقدمت من الجانب الاخر هذه هي جود محمد بن عتيج بن شامس العامري، يصل نحو المركز الرابع. أما في المركز الخامس الشاهينية لهجن ند الشبا ويضمرها سالم بن سعيد أحد شبابنا المضمرين اللي يتولى عملية تضميرها، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى البداية الأولى، إلى المركز الأول مع لافتة الإعلان الأخير 1000 متر.
يبعد خط النهاية. 1200 يا 1200 يا مسري يا بن سالم يا بن عرتي يا الحميري مضمر عسيلة. هذه هي عسيلة اللي على مقدمة الشوط اللي تعود ملكيتها لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بن عرتي الحميري بدأ يصدر تعليماته على عسيلة اللي سيطرت الآن. بينما في المركز الثاني صعايب حميد بن مبارك بن يمعة الشامسي. والمركز الثالث هذه هي الآن تتقدم الشاهنية لهجن ند الشبا وسالم بسعيد يقودها في عملية تضميرها. بينما في المركز الرابع كذلك الشاهنية لهجن ند الشبا. أما في المركز الخامس اللي وصلت الآن هذه بشاير عبد الله بن مايد بن عبد الله المسافري. وجولة الأوامر الأخيرة النهائية. الله حد شاف عسيلة وين ما شفناها من الضباب ما شاء الله. الله 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 الله, الله. هذه هي عسيلة من فرد وحيدا على مقدمة هذا الشوط. مشكور يا مضمر مياس, مشكور يا مضمر الكثير والكثير من أيضا الأسامي اللي حملت هذا الشعار, شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرتي الحميري. لكن الشاهنية ومطيلة غيرت إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن أحمد بن غريد يقودها في عملية تضميرها وتدريبها ما شاء الله. المركز الثاني هذه بشاير عبد الله بن مايد المسافري. ولكن مطيلة راحت بالفوز, راحت بالانتصار. تهانينا لسمو الشيخ حمدان مرايد بن سعيد المكتوم, وتهانينا للشاعر سيف بن احمد بن خريده. صباح الخير يا بن خريده على هذا الفوز والانتصار. بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي بشاير عبد الله بن مايد المسافري, المركز الثالث وصلت فيه ايضا اللي هي عسيلة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. عودة الى التوقيت الزمني وساعة وصولها الى خط النهاية بسبع دقائق وسبعة وخمسين ثانية. هو توقيت مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اللي هي ايضا مطيلة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم, والتهنئة والناموس لسيف بن احمد بن خريده.